انا الام ديال محمد امين الشيكي اللي لقيناه مقتول في مدينه بن سليمان ومليوح في الجولف 2016 شهر 8 28. جا ولدي من العمل ديالو تقني كهرباء السيارات، تعشى عام، خرج مع صنع لي التليفون، قال لي ماما غنخرج مع صحابي. قلت لي سير ولدي وما تعطلش. مع الفجر جاو دقوا علينا جوج كيقول لك اودي راه ضاربنا مع امين وقطع لي السنسله، وكيدير الاخر بيدو بحال هكا وهذا قطع لي جوج. وفعلا هما ضاربوا معاه قتلوه وداروا لي السناسل في جيبو، لقاو عنده البوليس السناسل في جيبو. قلنا لي فين امين دابا؟ قال لك راه خليناه مع الدريه وجوج دراري. صونينا في التليفون ديالو لقيناه مطفي. خرج باه كيقلب في داك الليل والو ما كاينش. الصباح خرج باه تيقلب، انا سنقلب سول ولاد الحومه، تيقول لي راه شناه مع البنت اللي كانت معاهم مع 12 ديال الليل. يعني قلبنا ما لقيناش الحس ديالو، الاثار ديالو ما كاينش، التليفون ديالو مطفي. مع 12 ونص ديال النهار رجعوا عندنا هاد الدراري اللي ضربوا معاه وجاو عندنا في الليل. مني رجعوا هبطت عندهم في الليل، هدرت معاهم عام نشرجم انا وباه، وبنهار هبطت عندهم. قال لي يا راه امين قطع لي تريكو في الليل، قال لي سناسل، وبنهار قال لي قطع لي تريكو كيدير 8000 ريال، وجا هو والاخر نيت اللي كان معاه بالوقوف ديالو موما، بوقوف واحد السيد عسكري داير معاه المرحوم باش يصاوب ليه الطوموبيل ديالو. قلت له ولدي انت جيتي البارح وجيتي اليوم وانا ما عرفت ولدي ميت ولا حي. سولني الراجل على امين، قلت له هاد الناس راه جاوا البارح وجاوا اليوم كيسولوا عليه، قال لك ضربوا معاه وامين راه ما جاش. حضروا روسهم وزادوا مشاو. عاود خرجت انا سنقلب على ولدي، باه تيقلب والو. الولاد الحومه تيقولوا شنا مع الدريه، الدريه كاينين دار جدها، جداها كاينه حدايا. مشيت عندها دقيت عليهم، خرجت لي مرت خوها، قلت لها واش كاينه البنت؟ قالت لي كاينه. قلت لها كلميها ليا. خرجت عندي قلت لها فين هو امين؟ قالت لي ما شفتوش. قلت لها لا قولي لي فين هو امين، راه الدراري ولاد الحومه كلشي شافوه معاك البارح مع 12 الليل. انا غادي نطلع للبوليس. قلت لها البوليس هي تقول لي اجي خالتي اعطيني الرقم ديالك، انا غادي نمشي راه بيت عند شي دري في العروبيه. فعلا عطيت الرقم، مشيت انا للدار بحال شويه. ملي قالت لي بيت عند شي دري صاحبه في العروبيه بحال اطمئنت شويه. مشيت للدار ما كاملاش نص ساعه، عيطات عليا البنت في التليفون قالت لي خالتي راه امين مقتول ومليوح في الجولف، راه لقاوه مقتول ومليوح في الجولف، مشات للبلاصه فين ميت الدري بالوقوف ديالها هي بالوقوف الامن، هي اللي جمعات الدراري اللي كانوا معاهم، هي اللي قالت لهم هاللي كان هاللي كان هاللي كان. حنا تنتسناو في الامن يعيطوا علينا يسولونا، ما عيطوش علينا، ما سولوناش، ما داروش لنا المحضر. هزوا الدري داو للسبيطار ديال بن سليمان لامور، مشينا حنا شنا ولدنا في لامور، تا كنلقاو حفيان عريان كله مسكين مكرفس مجرور في الارض. حرام عليهم من جهه الله، حرام عليهم، راه غدا امام الله غتحاسبوا على اي حاجه. جمعوا الدراري كلشي والبنت، الغد هزوا الدري للتشريح الرحمه، ما قالوهاش لينا، ما مشيناش مع ولدنا، ما مشيناش مع التشريح، حتى جابوه لينا عطاو قالوا لنا دفنوه، دفناه. مني شلنا حنا الدراري مشدودين وهذوك الدراري اللي جاو عندنا تشدوا، قلنا صافي راه المخزن داير خدمته. جابوهم المحكمة ديال بن سليمان ديال كازا السيناف، شدوا الدراري اللي مضاربين مع ولدي والبنت والدراري، ردوهم لبن سليمان وعطوني حق ولدي. انا مزوقه لكم في الوالدين ديالكم والوليدات ديالكم، راه هادشي حشومه، راه حرام من جهه الله.
الدراري الغد خلونا تدفن الدري المرحوم، عطلقوا البنت وطلقوا الدراري، زو 4 شهور خرجوا سارح موقات. ولدي مقتول قاتلينو وكاين الاشهاد ديال العساس، ويدوز 4 شهور، يدوزوا 4 شهور ويخرجوا سارح موقات. حالوه من المحكمه بن سليمان ابتدائيه، خادوا شهر سورسي و10000 كفاله. جريمه قتل، من الجنايات تمشي للمحكمه الابتدائيه ديال بن سليمان. ها السيدعه اللي كندوز معاهم دابا نيت، دايرين لهم الضرب والجرح، ما دايرينش القتل كاع، دايرين الضرب والجرح، الجنح عادي. انا عندي الثقه الكامله في المخزن، في القودات نازيين، في وكيل العام، انا تنطلبهم، انا باغا حق ولدي. ولدي مقتول، مقتول، لقيناه مليوح عريان حفيان، كانت معاهم البنت، كانوا معاه الدراري. انا اللي تنطلب، الله يرحم لكم الوالدين، احنا عندنا قودات نزهاء شرفاء، ما تيبغوش الظلم، راه حرام هادشي من جهة الله. انا اللي تنطلب منكم، بغيت حق ولدي، راه ولدي مقتول مقتول مقتول. يا هذيك كنتفاجئوا، خرجوا الدراري صافي، كنديروا الشكايات، كيتعاود البحث ولكن ما تيتعاودش بجديه صراحه، كيسولوا عير البنت صافي ويحبسوا. داكشي اللي كيقولوا في المحاضر ديال الامن، تهمه منتاميه لهاد الدراري اللي ضربوا معاه. كنتفاجئوا الروح عزيزه عند الله، امراه لاحت فيديو صوت وصوره، تتقول بان راجلها ماشي تتقول لينا حنا، تطلب من سيدنا غاده في الكار وكتطلب، تتقول بان راجلها تيتعدى عليها، تيدير تيفعل تيقتل، هو اللي قتل امين. هزينا ديك الشكايه، هزينا الفيديو، درنا سيدي، درنا شكايه للوكيل العام. وكيل العام امر الشرطه القضائيه ديال بن سليمان باش يستمعوا ليا ويستمعوا للشاهد العساس ديال الليل. ها الاشهاد ديالو، ها هو كاتبو ومقيليزيه وجابو لينا. دابا تاني راه تعاود الملف، تنتسناهم واش غيديروا ليا، واش غيحيولوني الجنايات. جاتني السيدعه المحكمه الابتدائيه ديال بن سليمان، ها هي تندوز مع الدراري ما تيجيوش، عندي الجلسه نهار 14 في شهر 9. الله يرحم لكم الوالدين. انا دابا اللي تنطلب، ما بغيت نظلم حتى شي واحد، انا بغيت العداله تعطيني، تنصفني وتعطيني حق ولدي، راه ولدي مقتول. التشريح تيقول لك مجرور في الارض ومخنوق، وخارجين لي عينيه من البلاصه ديالهم ومطرطقين بالدم، والتقيه واصله لي هنا، يعني راه خنقوه، راه جروه في الارض، راه الجلده محيده ليه. احنا ما غاديش نكذبوا، والدراري الاقوال ديال الدراري اللي قايل الامن، والبنت اللي ضربوا عليها، البنت اللي ضربوا عليها كتقول لك الدري مهرس من يده. الله يرحم لكم الوالدين القودات الشرفاء، تنطلب منكم وكيل العام، الله يرحم لك الوالدين، الله يخلي لك وليداتك. انا بغى اعاده البحث واعاده تشريح الجثه، انا ما بغى نظلم حتى واحد، انا ما بغى نتعدى حتى على شي واحد. انا الكبده ديالي تشويت فيها وما عطاوناش حقنا، ما عطاوناش حقنا، دعيناهم الله ياخذ فيهم الحق، راه حرام هادشي من جهه الله، راه حرام هادشي. وانا دابا راه جيت عند استاذ الخياري زينب تتنوب عليا، راه حطات الملف ديالها في المحكمه الابتدائيه ديال بن سليمان، وجيت عند المستشاره ليلى، انا تنطلب منهم يوقفوا معايا، الله يرحم ليهم الوالدين. انا بغيت حق ولدي، ما بغى نتعدى حتى على واحد.